حسناً، سأذهب وأحقق رغبته وأعيش وحيدة في المستقبل. لدي سؤال محرج، ماذا عن الطرف الثالث في أمريكا؟ قد كنت مخطئة ولا أعرف كيف فعلت هذا، ولا أعلم كيف حدث كل هذا. شوتيان قرر العودة وعاد إلى بكين تاركا لي منزله. قمنا بتزيين المنزل، وضعنا الأرضية، ركبنا النوافذ معا، لصقنا ورق الحائط، هل هذا هو منزلكم؟ لا عجب أنك لا تريدين العودة. من يعد منزله هكذا؟ هذا المكان يأتي إليه والدها ليأكل ويشرب ويلعب. أي شراب تريدين؟ الأحمر، الأبيض، الاثنين. هيا اذهب بسرعة. حسناً. حسناً. سأغادر الآن. لقد أتممت مهمتي يا عمة. إن غادرت سأغادر أيضاً. أنا لا أستطيع البقاء. هذا ظلم. أنا أصلح الوضع بينك وبين معلمتي، وأنت تأتي بي إلى هنا وتغادر؟ سأبقى. شوتيان، أخبرتك من قبل أن تدعوني بأختي. أنت كشخصيات الرسوم المتحركة. بصراحة أنا مجنون بهم كثيرا، يمتلئ هاتفي بهذه الألعاب الكثيرة، سنلعبها معا يوما ما. تحلم أن تلعب معي. هل أنت سعيدة؟ كافئيني. هناك أحد. هيا لنلعب.